عايش في الدنمارك وطلعت في الدنمارك، بس انا اصلي مصري. انا عندي 19 سنة وبلعب في فريق اسمه B93 في كوبنهاجن مع الفريق الاول. انا زي كل لعيب الكرة عندي حلم ان انا ان شاء الله اطلع اعلى مستوى في الكرة، وانا اتمنى ان انا ان شاء الله اشوف مصريين كتير معايا يوصلوا. انا بالنسبه لي وبالنسبه للمنتخب، انا قلبي مع مصر وانا نفسي ان شاء الله العب مع المنتخب المصري. انا اخدت already invitation للمنتخب الاندر 20، بس انا ان شاء الله في الفيوتشر نفسي ان شاء الله العب مع الاولمبي، ولو الفرصه جت ممكن العب كمان مع الفريق الاول، يبقى انا اكيد هبقى مبسوط جدا. انا بلعب في البوزيشن ليفت وينجر، وبلعب كمان رايت وينجر، واوقات كمان سترايكر، فبلعب في كذا بوزيشن. فانا ان شاء الله هتشوفوني لعيب جامد كده في المنتخب نفسي، وفي اعلى مستوى في الكوره مع ان شاء الله مصريين كتير معايا.